عاوزين نبدأ كده بخبر من يعني هيحبوا مجموعة من الناس أو شريحة بعينها، تحديداً شريحة محبي فصل الصيف، لأن كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص النهاردة البداية الفعلية لفصل الصيف، وواضح كده أن شوية الحر اللي احنا كنا شفناهم الأسبوعين اللي فاتوا تحديداً كانوا مجرد بروفة. الصيف لسه هيبدأ النهاردة، النهاردة 21 يونيو، واليوم ده علماء الفلك بيسموه الانقلاب الصيفي، وبيكون أطول عدد ساعات في النهار على مدار السنة ككل، حوالي بنتكلم في 14 ساعة و15 دقيقة تقريبا، في المقابل بيكون أقصر عدد ساعات في الليل بحوالي 9 ساعات و45 دقيقة تحديدا. خلاص بقى أنا عارف أنت مش محبي فصل الصيف قوي يعني، بس يعني أنا لو ما حبيتوش مش هيجي، ما هيجي هيجي الصيف. دلوقتي الناس بتبقى مقسومة كده لعددين، محبي الصيف مستنيين إن الشتاء يرجع تاني برغم إن يعني قدامنا لسه على الأقل 3 شهور، ومحبي الصيف فرحانين جدا وبيقعدوا يقولوا إحنا عندنا فاكهة، إحنا عندنا امتحانات خلصت، إحنا عندنا حاجات كتير، فبيبقوا سعداء جدا. فصل الصيف السنة دي هيكون عدد أيامه تقريبا 92 يوم، وزي دلوقتي زي ما قلنا الناس بنلاقيها مقسومه وبتبقى حيرانه بقى هنعمل ايه، هنبتدي نهاجم الناس اللي على السوشيال ميديا بتهاجمنا ازاي، نقعد نفكر كده الناس ازاي بتبقى حاسه بالحر، والناس ازاي بتبقى حاسه انها عايزه تخرج من موجه الحر الشديده دي. في ناس بتبقى مستمتعه جدا بالاجواء، وفي ناس بتبقى حرانه جدا، ناس بتقول دي فرصتنا ان احنا نفرح في الاجازه، ناس بتقول دي فرصتنا ان الامتحانات خلصت وخلاص احنا مش مجبرين ان احنا نذاكر تاني، في ناس بتبقى حاسه يا عبد الصمد انه لا دي فرصه كويسه خالص ان احنا ناخد اطول فتره اجازه ممكنه، بس مش عارفه الناس بتبقى حاسه كده فعلا، بس احنا ما بناخدش اجازه. يعني كل اللي انت قلتيه ده يا منى بيخلق، لا بغض النظر ان احنا ما بناخدش اجازه يعني دي هنصعدها بعدين، بس كل اللي انت قلتيه ده بيخلي الناس بيبقى عندها حاجه اسمها متلازمه الصيف، دايما بتكون مرتبطه بفكره ان الصيف بيبقى مرتبط ذهنيا بانتهاء الدراسه وانتهاء الاجازات زي ما منا قالت، لكن متلازمه الصيف دي السبب الرئيسي فيها ان دايما بيكون عندنا بهجه، عندنا حيويه، بس في نفس الوقت بيكون الحر شديد، الحر شديد جدا كمان، لكن في ناس كتيره قوي بتبقى موجوده في الشوارع بسبب طبيعة العمل الخاصة بيهم، وهم دول اللي بيبقوا عرضة ان هم يكونوا يعني في وقت كبير، احنا قلنا ساعات الصباح بتكون اكتر عدد ساعاتها من ساعات الليل تحديدا، ففي ناس بيبقى الشمس يعني بالبلدي كده ضربة في دماغهم وقت كبير، فاحنا بنوجه عناية الاشخاص دول تحديدا اللي هم يعني يخلي بالهم، وإذا كان يعني ممكن يرتدوا غطاء للرأس أو قبعة يعني. والله مع شمس الصيف ما فيش حاجة بتنفع. أنت كل اللي أنا هقوله مش عاجبك النهاردة أنا عارف. الجو بيبقى حر قوي، مش عارفة إزاي فكرة إن الناس تبقى مستمتعة بالحر ومستمتعة بالرطوبة، يعني حاجات. بص أغلب الناس بيستمتعوا بالحر منا وبالرطوبة تحديدا لأنه بيبقى مرتبط معهم اللي هم بيطلعوا يصيفوا، ففكرة الانتقال من بقى صخب القاهرة وزحمة القاهرة والكلام ده كله لو يطلع لمكان ساحلي أو مكان ليه علاقة بالبحر تحديدا فهو بالنسبة له هي دي متعة الحياة. وخليني أقولك أنا أنت عارفة أن أنا معك قلبا وقالبا ومن ناس محب الشتاء، لكن في نفس الوقت فكرة اللي أنت تاخدي كرسي كده وتقعدي على البحر وتقعدي ساعتين ثلاثة كده فيها صفاء ذهني وصفاء وراحة بال. جربت أنت بقى قعدة البحر في الشتاء؟ لا ساقعه وانت بتشرب حاجه سخنه، ده اسكندريه كده في الشتاء قصه مختلفه برضه عشان زمايلنا ما يزعلوش، الناس محب الصيف ما يزعلوش مننا يعني. طيب لازم يبقى عندنا ديمقراطيه يعني. طيب احنا بنصبح على حضراتكم، ربنا يجعل ايامكم كلها حلوه وجواها حلو، صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.